أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجديد، هذا البرنامج الطارئ الذي يتعرض إلى المشاكل الكبيرة في هذا الكون، يضع الأصبع على الجرح. نعم، يضع الأصبع على الجرح. هذا البرنامج، البرنامج المهم، البرنامج الطارئ، البرنامج الذي له يعني من الصيت ما يمكن أن يتفاعل معه العالم كلها. نعم، هذا البرنامج هو برنامج ألف وزة ووزة، ويشرفنا أن نستضيف في هذا العدد الأول يعني وجهين ممثلين. الأول هو السيد المبخوت، وهو اسمح لي، السيد المبخوت هو مختص في علم الأمراض المتنقلة عن طريق الهواء. ونستضيف السيد الضحية، ضحية إحدى هذه الظواهر. نعتذر لاستعمال هذه العوازل، لأنه ممكن أن هذه الأمراض تتنقل عن طريق الهواء كما تتنقل عن طريق اللمس. وقبل أن نخوض في النقاش بين المحلل هو رأس الوزة والسيد الضحية اللي هو ضحية الوزة، نروح نشوف هذا الروبورتاج ثم نعود. باركينكو. يا حميدة، وراك رايحة؟ واش كاين من الصباح وانا نمبح باركينكو. يا اخي راني شادها من القرنيه ذيك، يا اخي كنت حابس. خويا راني حابس هذه الطريق، وانا كنت لايح عيني على الكروسه نتاعك. راني نسكن غير هنا، واش بيك؟ حومتي تدخل الطريق نتاعنا. هيا هاك راك تكسر لي راسي. هاك انا مخالي. اي سامع انا وي خو، واش نسيت بلي باركينغ؟ واش كل 10 متر باركينغ؟ باركينغ يعني كل دقيقة 10 متر باركينغ. باركينغ خويا، اش وقفتني انا في كراسي؟ خويا عبد بلي الباركينغ راك قريب، لا ما على بالكش كون لو هنا شكون ماهوش هنا. شوف خويا، شوف كسر ليش راسي. خويا نكسر لك راسك ولا نكسر لك مخك؟ ما تعرفش بيه باركينغ طوما بلا تلقى باركينغ. واش كان هذا بصل الطن وبطاطا الطن؟ كيما 200 متر عبي الكوفه تعبى، واش تبغى انا مالك؟ شوفي ما تدخليش في مخي، باسكو مازي هم الباركينغ 100,000 باركينغ، وزيدي هم تاعك 100,000 باركينغ. كل ما نستاصوني ها تق تق نستاصوني يجي لي هذاك العسل، شكون يعطيني 5,000؟ واش نديرو؟ ما نديرلوش 5,000، عبي تكسر لي بار بليك. بيان سور ما تبدلوش 5,000، نديرو في الحساب المصروف تاعي انا. 70 مليون دولار على جال 5,000 جامي. لازم نديرو 5,000، لازم باركينغ. كيما المصروف تاع الباركينغ بغيت تهبلني؟ دوك راح ندار مع صاحب باركينغ، دخلت من جلدي نروح عندهم ندار معاهم. هو اللي دايرها تكلم على بالي سوق، انا نولي كاتشور، انا نروح ندار معاهم. عبيك عندهم واحد قصدو لك بزاف بغيت تسرعوني. 5,000 باركينغ دوك راح ندار معاهم. تروح ندار معاهم دوك ديما تروح تلم لي 5,000 اللي ديتها. تما نقبل الطوموبيل تاعي نلقى قدامي واحد يبيع تاع باركينغ ندخل فيه. هكداك خلاص باركينغ 5,000 ندير مصروف دراهم، نص المصروف ونص الباركينغ. نتوما مرات ولا مالكم؟ بعد ما شفنا هذا الروبورتاج وتعرفنا على هذه الظاهرة، ظاهرة انفلونزا الباركينج، انفلونزا باركينج، الباركينج في كل متر، يعني بعد كل متر يعني نجد يعني باركينج. ولمناقشة هذه يعني هذه الظاهرة بكل يعني 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 بكل تفاصيلها، لا بأس ان يعني نسأل السيد الضحية، ضحية الباركينج، السيد ضحية الباركينج، يعني كيف بدأت يعني أعراض هذه الظاهرة وهذا المرض أنفلونزا الباركينغ؟ ما تقوليش عطني 5,000. لا لا. ما تقوليش خاطر تفكرني العرض أول العرض اللي جاتني هي أنني وين نروح نشوف 5,000.
باركينغ، ما بين باركينغ وباركينغ كاين باركينغ. اذا معليش يعني نواصلوا، يعني كيفيه يعني الظاهره، يعني الاعراض تاعها، يعني كيفاش يعني يعني بديت تحس بها؟ شوف، اول حاجه قلبي تزير لي نار، وليت نكريزي، وليت ندار في الدار. حاجه واحده اخرى، جيبي 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 فراغ خلاص. حاجه اللي خلاص حبس لي مخي، كي نرقد نحط راسي وليت نهترف، غنحل عيني. باش تهترف؟ باش تهترف؟ باركينغ باركينغ باركينغ. 5000 5000 5000 5000 5000. شكرا السيد الضحية. والآن يعني يعني بودنا أن نسمع رأي السيد رأس الوزة، رأس الوزة أو رأس الفتنة كما يقال. أنا كل حال المرض هذا نبدأ بالعلم نتاع السوسيولوجيا ونتاع الانتربرولوجيا. سي محمد، هذا المرض عنده نتيجة واحدة، أنا كمحلل النتيجة هذه هي موجود هناك فراغ عاطفي، على خاطر الفراغ العاطفي هذا راح يدفع الشاب باش يرفد عصا ويقف في التروطوار ويعيط ويقول باركينغ وباركينغ. وهذا المرض اللي بدا بي انا الاول العام اللي جيت من البلاد انا لهون باه ندبر خديمه، قعدت في طرف التروطوار نخمم خمم بعكاسي في يدي، وقعد حبست كريريصه قدامي. في ذاك الوقت كانت السطر وين والرون ذيك والدياس بالاس، وحبست قدامي حتى نجي السيد فتح الباب وعاود ولا ليا عطاني علف، راني نشفع عليه عطاني علف وراح. ايه قعدت نستقرب ونشوف حتى نزاد حبس جاكا، مو جاكا ذاك الوقت رونو، زاد حبس واحد من رونو هبط بلع الباب وسكره بالمفتاح كنت نشوف فيه، وراح واحد 20 دقيقة ما نقول لك صلى ما نقول لك كاش ما شرى وجا لحق للباب جا مولي زاد عطاني علف نشفع عليها. وهذاك الوقت كان الخدام يجي مش علفين يا محمد، ها هو الراء منا بدات. سيد رأس الوزة، يعني يعني كلمة أخيرة للجمهور و... كلمة أخيرة، اسمع لي يا جاهل يلي ما عندك عقل، لا تخلي روحك تتبهدل، راك في رأس الوزة يا هامل. شكرا يا هامل. شكرا سيد ضحية، شكرا سيد رأس الوزة، شكرا لكم على حسن انتباهكم. إلى انفلونزا آخر نقول لكم إلى اللقاء.